السلام عليكم. اليوم نقدم لكم كبسة بالدجاج او لا مارو بالدجاج او لا الرز بالدجاج. الكبسة معروفة في الخليج والمارو معروف في المغرب. المكونات مكتوبة في بداية ديال الفيديو والطريقة مكتوبة في نهاية ديال الفيديو. بالنسبة للتوابل اللي انا استعملت، استعملت كمون مطحون، قرفة مطحونة، كزبرة مطحونة، هيل مطحون، قرنفل مطحون. هذه مكونة ملعقة كاملة محطوطة. ملح، إبزار، استعملت فلفل حار. بالنسبة للمكونات الغير مطحونة يعني صحيحة، عود قرفة، هيل وقرنفل. استعملت كذلك معجون طماطم، كزبرة مفرومة، دجاج، رز منقوع في الماء أقل شيء ساعتين، واستعملت كذلك ملعقتين من الزبدة وملعقتين من الزيت، إضافة لواحد البصلة مفرومة أو لا أنا قطعتها يعني بشكل طولي. هنا ما استعملتش ورق الغار لانه يعني ما كنتوفرش عليه، وما استعملش ليمون اسود اللي هو اصلا ليمون مجفف لانه ما كنتوفرش عليه. هنا اول حاجه كنعملوها اننا كنشرملو الدجاج، كنقعوه في المواد يعني التوابل المطحونه، كنخلطوهم كلهم وكنعملو منها يعني واحد الشرموله مع شويه ديال الزيت وشويه ديال الكزبر وشوية ديال الماء، وكنخليه كيتشرب اطول فترة ممكنة باش يعطينا واحد الطعم اللي هو لذيذ ويجينا الدجاج منسم مزيان. كناخدو واحد الكوكوت او لا حلة او لا جميلة، كنعملو فيها زيت وزبدة وكنعملو فيها البصلة وكنشحروا البصلة حتى كتولي يعني لونها ذهبي على نار مهيلة طبعا باش ما يتحرقش لينا. بعد ما تحمرت البصلة خدات واحد اللون ذهبي، كنزيدو القطع ديال الدجاج وكنزيدو الباقي ديال الشرمولة اللي بقات لينا اللي اصلا عملنا فيها الدجاج. كنشحرو الدجاج، كنقلبوه، من بعد ما كي يعني من بعد واحد جوج دقائق حتى لثلاثة كنزيدو له كاس ديال الماء وكنخليوه كيطيب مدة ديال 30 دقيقة. بالنسبة للتوابل اللي خليت وبقات هي التوابل الغير مطحونة، عود القرفة وقرنفل وهيل وفلفل حار. بالنسبه للفلفل الحار غنستعمله في اخر مرحله لانه خايفه انه يعني يتفتح ويعمل لي المرق كله حار. هنا كنضيف التوابل الغير مطحونه، وكنصفي الدجاج من المرق، كنحطه في صينيه اللي غادي ندخلها الفران. بالنسبه للدجاج ملي كنصفيه كنعمل واحد المعلقه ديال موتارد وواحده ديال الكيتشوب، كنخلطهم كندهن بهم الدجاج وكندخلو الفران يتحمر او ياخذ واحد اللون اللي هو ذهبي. كنصفي الرز ومركز الطماطم كنعمل له معلقه ونص تقريبا، كنعمل لها شويه ديال الماء كنحلها فيه وكنضيفها للمرق. كنضيف الماء الكافي اللي غيكفيني للرز لانه الرز خصو يكون متغطي تقريبا بسنتيم من الماء. كنضيف الفلفل اللي خليت لاخر مرحله وكنضيف الرز وكنخلط الرز مزيان في المرقه
ونشوف ان نسبة الماء يعني كافية ومناسبة، خصو يكون متغطي بسنتيم كما قلت لكم. بمجرد ما كيغلي كنسدو القدر ديالنا وما كنفتحوش عليه نهائيا، كيكون على نار مهيلة مدة ديال نص ساعة حتى لربعين دقيقة يعني بالكثير. وهذا هو اصلا سر ديال النجاح ديال الكبسة او لا مارو. المارو ما خصوش يتخلط، يعني يكون تسدي عليه وتخليه على نار مهيلة. ممكن تحطي طاوة من تحت الجميلة ديالك باش ما يتحرقش. كنقدمو الطبق ديالنا بعد ما كيطيب وبعد ما كينشف تماما من الماء. كنقدمو طبق الرز فوق الدجاج ومزين بالمكسرات او لا على حسب الذوق ديالكم. ممكن تزيدوه بالبصل، البصل المحمر، ممكن تزيدوه بالحامض، قطع ديال الحامض، يعني على حسب الذوق ديالكم. كنتمنى ان هاد الطبق يعجبكم وانكم تجربوه. وبصحة وراحة.